تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر الله عز وجل عبادة من أجل العبادات وطاعة من أعظم الطاعات، والشكر هو من أعلى منازل الإيمان. فالإيمان قسمان، نصف شكر ونصف صبر. وجعل الله عز وجل الشكر قرين الإيمان كما قال عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والله جل وعز قد أمر به: واشكروا لي واشكروا لله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأحب العباد إلى الله عز وجل هو الشاكر الصبور، وأبغضهم إليه هو الجزوع الكفور. الشكر يبنى على خضوع الشاكر للمشكور الذي يورث حبا لله. فإذا أحببته اعترفت بنعمته ثم أثنيت عليه، فإذا أثنيت عليه لم تستعمل نعمته فيما يكره. ولهذا فحقيقة الشكر وأحسن ما يقال فيه أنه هو الاعتراف بالنعمة باطنا والتحدث بها ظاهرا والاستعانة بها على طاعة الله تعالى ومرضاته. فالشكر يتعلق باللسان وبالقلب وبالجوارح، وليس الشكر مجرد التلفظ بالشكر بقول أحمد الله وأشكره أو الحمد لله على نعمه أو أشكره على فضله. هذا ركن من أركان الشكر وجزء مهم منه، لكن هناك ما هو أهم، ألا وهو الاعتراف بهذه النعم، وأنه ما بالعبد من نعمة خاصة أو عامة في قديم أو حديث إلا وهي من الله عز وجل، وأن يحمله ذلك على محبة الله سبحانه وتعالى والشعور بعظيم منه وفضله عليه حيث أنعم عليه بهذه النعم التي لا يحصي لها حدا ولا عدا. قد يتساءل البعض: هل نجد فرقا بين الحمد والشكر؟ هناك فرق. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، بينما نجد أن الحمد يكون بالقلب واللسان فقط. كما أن الشكر يكون في حال النعمة، بمعنى يكون في حال الأمور المحمودة والمحببة للنفس من مسرات من أفراح وهكذا، بينما نجد أن الحمد يكون في حال النعمة وغيرها، بمعنى يكون في المحبوبات ويكون أيضا في الأمور المكروهة. فأنت تحمد الله جل وعز في الأفراح والأتراح، في المحن والإحن وهكذا. وهنا سؤال يمكن أن يطرحه الإنسان وهو يتحدث عن موضوع الشكر: لماذا أشكر الله سبحانه وتعالى؟ الإجابة بكل وضوح وجلاء واختصار، وربما يستحضر الإجابة كل أحد: لأن الله أعطاني، لأن الله أنعم علي. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. كل ما أملكه بلا استثناء من ربي سبحانه وتعالى، والله عز وجل قطع الطريق على ما يمكن أن يفكر به الإنسان في بعض الأحيان ويظن أن كثيرا من النعم إنما هي من الله، وبعض النعم إنما هي من جهدي وعقليتي وإدراكي ومهارتي وذكائي. لا، فيقول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة تستحضرها أو لا تستحضر أو لا تستحضرها، تتذكرها أو أنك قد نسيتها، هي من الله سبحانه وتعالى. وحينما نتأمل هذه العبادة نجدها تنقسم إلى ثلاثة أنواع: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح. شكر بالقلب بأن يعترف أن هذه النعم إنما هي من الله سبحانه وتعالى. وهل فعلا هناك إنسان ربما يعتقد أن ما يعيشه من النعم إنما هي من نفسه؟ نعم، حدث الله سبحانه وتعالى عن قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، فجحد فضل الله عز وجل فكانت عاقبته فخسفنا به وبداره الأرض. وهذا الشكر المتعلق بالقلب هي محبة
تجدها لهذا الخالق العظيم. ولذلك الصحابة كانت صيحتهم: والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وهي صيحتهم يوم القيامة يرون فضل الله عز وجل، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والنوع الثاني هو شكر باللسان، والمراد بذلك إظهار هذه النعم وذكرها وتعدادها، فلا بد أن تتحدث عنها، وأن يعترف الإنسان دائما وأبدا بلسانه أن هذه النعم إنما هي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت من أعظم العبارات التي يكسب الإنسان من خلالها الأجر والثواب عند الله عز وجل: الحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. وقال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والحمد يتضمن الاعتراف بفضل الله عز وجل عليك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أدعية في الحمد والشكر بعد الفراغ من الطعام أو الشراب: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قد نجد أن البعض ترى أن الله عز وجل قد أغدق عليه من الخير الشيء الكثير، ثم نراه وقد أخفى كل ذلك، وكأنه يقول للناس: إنني أعاني من فقر ومن جوع ومن مرض، بالرغم أن الله جل وعز قد أغدق عليه من الخيرات الشيء الكثير. تحدث وعدد، فإن ذلك من شكر الله جل وعز. الله سبحانه وتعالى حمد نفسه في أكثر من موطن في القرآن: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله رب العالمين، وهي أعظم سورة من سور القرآن. ولماذا حمد الله نفسه؟ ذكر أهل العلم نكتتين لطيفتين. أما المسألة الأولى، فالله عز وجل حمد نفسه تربية لعباده أن يحمدوه وأن يثنوا عليه، فهو أحق أحد بالحمد والثناء. والمسألة الثانية أن الله حمد نفسه رحمة منه بعباده الضعفاء، لأن العباد الضعفاء مهما حمدوا الله وأثنوا عليه لن يصلوا إلى حق الحمد وحق الثناء وحق الشكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حمد الله وتكلم وأفصح وأصدق من نطق صلى الله عليه وسلم، كان يعترف بهذه الحقيقة فيقول في سجوده وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بقي أهم ركن من أركان الشكر، وهو الذي يتفاوت فيه الناس وربما غفل عنه كثير منهم، ألا وهو شكر هذه النعم بالأفعال والجوارح، وهو أن يستعين الإنسان بنعم الله عز وجل على طاعته ومرضاته والدعوة إلى دينه والنصح لعباده، وأن يقوم بحق الله عز وجل عليه وحقوق عباده. فلو أن إنسانا جاءنا وقال: أنا شكرت الله على نعمة البصر، قلنا: ماذا فعلت؟ قال: أنا لم أنظر إلى محرم قط. قلنا: أنت شكرت الله نصف الشكر، أنت لم تنظر إلى محرم قط، لكن نريد أن تنظر إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى، تتأمل في هذا الكون. قال إنسان: أنا لم أتحدث بلساني في معصية قط، لم أغتب ولم أنم لم أنم ولم أسب ولم أشتم. قلنا: أنت شكرت نصف الشكر، بقي النصف الثاني من الشكر أن تستعمل هذه النعمة في طاعة الله. هم ما قالوا:
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: إن كفران النعمة أن تستعمل الجارحة في معصية الله، بل يجب عليك أن تستعملها في طاعة الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ما قال قولوا شكرا، قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فهذا أهم أركان الشكر، أنه بعد الاعتراف بالنعمة وأنها من الله عز وجل والحمد لله وشكره باللسان، يجب أن تستعين بهذه النعم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن تصرفها فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه لعباده. وهكذا الإنسان إذا أراد أن يؤدي شكر الجوارح لا نراه وقد حباه الله جل وعز مالا يصرفها في المحرمات ويمضي مع الموبقات، وتراه مرتكبا للذنوب والمعاصي سخر ماله لهذا الشيء. لا، نريدك وأنت تشكر الله جل وعز شكر الجوارح أن تقدم هذا المال على ما يخدمك في آخرتك. ولهذا لما قال الرجل لإبراهيم بن أدهم: إني أعصي الله عز وجل فأوصني، قال: إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزق الله. قال: ويحك، وأين أكل؟ ومن أين أكل إلا ما أكل من رزق الله عز وجل. قال: ويحك، تأكل من رزق الله وتعصي الله؟ قال: أعطني الثانية. قال: إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تعصي الله على أرضه. قال: ويحك، وأين أسكن إلا ما أسكن في أرض الله عز وجل. قال: عجبا لك، تأكل من رزق الله وتسكن في أرض الله وتعصي الله عز وجل. قال: أعطني الثالثة. قال: إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فاستخفي عن نظر الله سبحانه وتعالى. قال: ويحك، وأين أذهب من نظر الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. قال: عجبا لك، تأكل من رزق الله وتسكن في أرض الله وتعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك وتعصي الله عز وجل. فقال: والله لا أعصي الله عز وجل بعد ذلك أبدا. أحدنا ينكر على الآخر ويعاتبه ويذمه ويثرب عليه وهو حقيق بهذا التثريب، حينما ينعم عليه أحد من الناس ولا يشكره، فما بالكم وأنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى الذي أعطاك كل شيء على الإطلاق. فيا ويلك إن لم تدرك هذه الحقيقة وتنطلق منها لشكر الله سبحانه وتعالى الذي وعدك بالزيادة إن شكرته. وهذه العبادة مبنية على قواعد خمس: الأولى خضوع الشاكر للمشكور، الثاني حبه له، الثالث اعترافه بنعمته، الرابع ثناؤه عليه، الخامس ألا يصرف هذه النعم في أمور تغضب ذاك المنعم. قواعد خمس لابد أن يعنى بها الإنسان إذا أراد أن يحقق الشكر في أعلى مستوياته. ومن الحقائق التي يجب أن نستحضرها هي أن أعظم الناس إنما هم الجاحدون لفضل الله سبحانه وتعالى، ليسوا هم الشاكرين لله سبحانه وتعالى. من الذي يقرر هذه الحقيقة، أنا أو العلماء؟ لا، هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الخلق وهو أعلم بهم. قال الله عز وجل: إن الله لذو فضل على الناس، كل الناس، مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم وكبيرهم وصغيرهم، ولكن أكثرهم لا يشكرون. فأكثر الناس مع الأسف كفار جاحدون لنعم الله سبحانه وتعالى. حتى من أهل الإسلام الذين أسلموا تجد أن عند كثيرين منهم تقصيرا في شكر هذه النعم والاستعانة بها على طاعة الله. أليس الله عز وجل يقول: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور؟ ويقول سبحانه وتعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. القلة القليلة من خلق الله عز وجل من لدن آدم إلى قيام الساعة هم الذين سيشكرون فضل الله سبحانه وتعالى ويعترفون بنعمة الله عز وجل عليهم. وقد كان بعض السلف يدعو ويقول: اللهم اجعلني من القليل، ويقصد بذلك هذه الآية: وقليل من عبادي الشكور. والآية الأخرى أيضا في السباقين من عباد الله عز وجل حينما قال عز وجل عنهم: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فإن العقل والشرع يقتضي أن يزداد المؤمن بنعم الله تعالى ذلا لله وخضوعا له وقياما بطاعته
وابتعادا عن معصيته. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا لله. ولما فتح مكة ذلك الفتح الأعظم دخل بيت أم هانئ فاغتسل وصلى 8 ركعات. الشكر من أخص أوصاف أنبياء الله عز وجل والصالحين من عباده. وقد أثنى الله جل وعز على أول رسول بعثه الله جل وعز إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام، فقال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ولهذا قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنه كان عبدا شكورا، وقال عنه في آية أخرى شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وأمر عبده موسى عليه السلام الذي خصه الله جل وعز بالرسالة وبالنبوة وبالتكليم أن يتلقى كل ذلك بالشكر. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وها هو أيضا سليمان عليه الصلاة والسلام يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأمر الله جل وعز آل داود اعملوا آل داود شكرا. ورأينا سليمان عليه السلام وهو يدعو الله جل وعز أن يكون من الشاكرين، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وها هو أفضل الشاكرين وأصدقهم وأبرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه تتشقق من طول القيام شكرا لله عز وجل على نعمه التي أنعم بها عليه. وهذا هو الذي جعل عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب فعل هذا، أليس يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أنت عبد عندك يقين بأنك في جنات النعيم، لما هذا العمل؟ لما هذه المواصلة في الدعوة والبذل والعطاء والإنفاق والصبر والسماحة والبكاء؟ لماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن مسألة الشكر كانت مستقرة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها ويحث أصحابه على ذلك. ها هو يلتفت إلى معاذ بن جبل يا معاذ إني أحبك. وجرت العادة أن الإنسان إذا أحب إنسانا يقدم له كل خير، فقال له إني أحبك يا معاذ لا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من أجمل ما قرأت من عبارات السلف عن موضوع الشكر تلك العبارة القائلة إذا فقدت الزيادة فاستقبل الشكر. فقدت الزيادة في صحتك، في عافيتك، في بركة الله عز وجل عليك في مالك، فقدت الزيادة في بركة الله عليك في تعاملك مع زوجتك وأهلك وأولادك، فقدت الزيادة في انشراح صدرك، فقدت الزيادة في صفاء نفسك، استقبل الشكر مباشرة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال بعبارة واضحة وبينة هذا قرار من الله سبحانه وتعالى أخذه على نفسه تفضلا منه، أن ذاك العبد الذي يشكر فضل الله عز وجل الله سبحانه وتعالى غير أنه يحفظ عليه هذه النعمة ويبارك له فيها بل يزيده من هذه النعمة. فهو سبحانه وتعالى الذي من عليه بهذه النعم وهو الذي من عليه بالشكر، ثم من عليه إذا شكر فإن الله عز وجل يزيده ويتمم عليه النعمة ويجعله من الخير كل يوم في مزيد. ولماذا يزيده من هذه النعمة؟ لأن الله سبحانه وتعالى شاكر وشكور. وهذا هو الجانب المهم في الحديث عن مسألة الشكر. كثير من يتحدث عن شكر العبد لله لكن قليل من يتحدث عن شكر الله للعبد. عجيب، الله يشكر للعبد؟ نعم الله يشكر للعبد، كما أن العبد يشكر لله فالله يشكر للعبد، لكن شتان بين شكر العبد لله وبين شكر الله للعبد. شكر الضعيف للقوي غير شكر الله الخالق الرازق الذي لا حد لفضله ولا حد لعطائه ولا حد لجماله ولا حد لحلمه وجوده ومنته. يشكر هذا العبد الضعيف، يشكر له هذا العبد الضعيف العمل اليسير الذي لا ربما لا يحسب في ميزان الناس، الله عز وجل يشكر له. بل الله عز وجل يشكر لك حتى نيتك الصالحة حتى وإن لم تتمكن من العمل. ذهبت إلى فقير تريد أن تعطيه شيئا من المال، أدخلت يدك في جيبك لم تجد مالا،
إنك قد نويت حقا أن تعطيه وأن تساعده، ألك شيء عند الله؟ نعم لك أجر عند الله سبحانه وتعالى ولك ثواب لأن نيتك صافية، لكن في تعاملك مع المخلوق ما يمكن أن يعتبر لك هذه النية على الإطلاق إلا أن تقدم له شيئا ماديا محسوسا. والله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه وهو يذكر بعض أسمائه الحسنى وصفاته العليا: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقول سبحانه وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وثق تمام الثقة أن أي عمل تقدمه خالصا لله سبحانه وتعالى فإن الله شاكرك عليه في الدنيا أو في الآخرة. من أجمل ما قاله العلماء رحمهم الله: الشكر يحتاج إلى شكر. كون الإنسان يوفق لشكر الله عز وجل على هذه النعم فيكسب محبة الله ورضوانه، وتحفظ هذه النعم التي بين يديه وتزاد ويبارك له فيها، هذه نعمة من الله عز وجل. كونك شكرت الله عز وجل عليها مجرد توفيقك للشكر هو نعمة من الله عز وجل تحتاج إلى شكر. لأنك حينما تنظر إلى واقع الناس تجد قلة قليلة من يشكر الله سبحانه وتعالى، وقليل من عبادي الشكور، فأنت من هؤلاء القلة، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقك. وهنا لابد أن تستحضر شكرا جديدا لأنك أصبحت من القلة ووفقت لهذا الشكر. وقد صدق أبو بكر الوراق حين قال: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف أقوم الدهر دوما بشكره وإن طالت الأيام واتصل العمر. ولهذا لما قال داود عليه الصلاة والسلام: يا ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة علي من عندك تستوجب شكرا، فقال: الآن شكرتني يا داود. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتذكر هذه الحقيقة وأن يحرص على الإكثار من شكر الله عز وجل على هذه النعم التي لا يحصي لها حصرا ولا عدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فكن دائما ذاك الإنسان السباق الذي يشكر الله سبحانه وتعالى مع كل نعمة ينالها، ويصاحب ذلك أو يستمر في سلسلة طويلة من شكر يعقبه شكر حتى ينال الدرجات العلى. ولهذا لو ظل العبد يشكر الله عز وجل ويلهج لسانه بشكر الله وحمده على هذه النعم لما قضى حق نعمة الله عز وجل عليه حتى الموت. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمجرد إحصاء نعم الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يقوم بها، فكيف يشكر الله سبحانه وتعالى عليها؟ والله يا أخي لو عمر الإنسان مليون سنة وهو كل لحظة يقول: اللهم لك الحمد على نعمك، ويلهج لسانه بشكر الله عز وجل، ما استطاع أن يوافي نعم الله عز وجل ويقوم بحقها، لأن شكره على هذه النعم هو نعمة تحتاج إلى شكر، فالشكر يحتاج إلى شكر وهكذا. ثم إن في ذلك معنى لطيف، وهو أن الإنسان إذا شكر فإنما يشكر نفسه، فإنه لا يشكر الله سبحانه وتعالى حقيقة، لأن أثر ذلك عائد للإنسان إذا قام بشكر هذه النعم فإن أثر ذلك سيعود عليه. ولهذا قيل أن الإنسان مهما قام بعبادة الله سبحانه وتعالى فإنه لا يستطيع أن يقوم بشكر نعم الله عز وجل. في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا يدل على أن التوفيق لشكر الله عز وجل وحسن عبادته وفعل ما يرضيه والبعد عن معاصيه لا بد فيه من عون الله للعبد. وقد صدق القائل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والله سبحانه وتعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن أعظم النعم توفيق العبد لشكر الله عز وجل على هذه النعم. فعلا يا أخي هذه النعم هي سبب كسب رضوان الله عز وجل ومحبته، سبب قوة الإيمان ورفعة العبد عند الرحمن سبحانه، وهي سبب لزيادة هذه النعم وكثرتها وحفظها من الزوال والنقص والاضمحلال. كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أي نعمة أو
لكن الإنسان الذي يصل إلى الشكر الحقيقي هو الذي تراه يمضي مع الأنواع محققا ومع القواعد مطبقا حتى يرى ذاك النتاج ويشاهد الشكر الحقيقي أمامه ماثلا، وحق لك أن تكون بعدها من القلة الذين يشكرون الله جل وعز شكرا حقيقيا. الشكر إقرار بفضل إلهنا، فهو الكريم المنعم المعبود. الشكر ليس تقول بل إنما فعل جليل، فعل جليل للكلام شهيد.